البحث عن حلول للمشكلة السكانية في مصر أفرز بعض الأفكار التي قد تساهم في إقناع المواطنين بالاكتفاء بطفلين فقط، مثل رفع الدعم عن الطفل الثالث أو الحرمان من العلاج على نفقة الدولة أو غيرها من الأفكار. هذا الأمر وجد تباينا في ردود أفعال المواطنين. جالي عيل غلطة أوديه فين؟ أرميه؟ أنا يعني أشوف أن العيل بتقول ما ربنا كرمنا بيه وجه ياخد دعمه وياخد كل حاجة، لأن ليه نفس الحقوق للاثنين والثلاثة والأربعة وخمسة. وهو الصح ده، وهو اللي المفروض، لأنه الناس تعبانة تعبانة تعبانة، مفروض أكتر من اثنين لا. يعني مفروض اللي خلف بعد اثنين يتعدل. إعدام على طول كده. أعضاء في البرلمان كانوا قد اقترحوا سن مثل هذه الأفكار في قوانين واعترض عليها آخرون تحت القبة. كلنا أدرى بأحوال الاقتصادية اللي فيها مصر، وأدرى بأحوال البشر، مش ناقصين إن أنا أعمل يعني حواف السلبية أو إن أنا إيه أنقص منهم، هم يعني مش جايبين كفايتهم. منظمات المجتمع المدني تحذر من عدم دستورية مثل هذه الأفكار وتقترح ما تسميه بالحوافز الإيجابية للمواطنين. تتظبط بقى من كل وزارة إن أنت وزارة التموين والله هتقول اللي هيلتزم بكلامي وهيخلف اتنين هياخد إزازة زيت إن شاء الله زيادة هدية. يعني تقدر إنك تدور لها على قصة الحوافز الإيجابية، بس بلاش الحوافز السلبية، لأن هو الحوافز السلبية ضد الدستور. ضمن الحوافز الإيجابية المقترحة لتشجيع المواطنين على الالتزام بطفلين فقط، تسهيلات أكبر في سداد أقساط الوحدات السكنية التي تبنيها الحكومة أو الأولوية في الترشح للحج وغيرها من الأفكار. تامر نصرت، العربية، القاهرة.